رشيد شقاو رئيس هيئة المغربية المقاولة للجهات المتصلة أنها لما كيبان لي في 2024 الإدارة المغربية تفتقر الموظفين، وبذلك أي واحد عنده شركة أصبح موظف عند إدارة الضرائب. إدارة الضرائب بطلتنا دي ريجيسور عندها بطريقة غير مباشرة، نحن اللي ناخذ الضريبة ونعطيوها لنخدمو عندها، نخدمو في الشركات ديالنا ونتقاتلو ونربحو الفلوس ونخسرو الفلوس ونخدمو عندها باش نعطيوها. السؤال المطروح هو ملي كتكون الشركة كتسال الضريبة كيغدير تاخدها؟ علاقة بين الكالي والمكتالي، وبما انه في القانون ديال 2024 فيه انه بالنسبه للشركات اذا كان المبلغ اللي كيتجاوز سنويا 30,000 درهم كيولي مستلزم، يعني واجب على الديكاري انه هو يخلص السلبيات ديال الديكاري من عنده. كيفاش غادي يعني غادي يتم؟ وبما ان العلاقه بين الكاري والمكتالي حساسه جيل 2024 لا اعتقد على انه فيه روح ديال تضامنيه ولا روح ديال اجتماعي. هو قانون ماليه يكرس الدور ديال الدوله انها تتوجه لواحد مجموعه من الناس للاستحصال للثروه، ولكن في غياب الجرأه في غياب الاراده السياسيه لاننا نجيبوا الاموال من الجهات اللي خصها. اين هو قطاع المحروقات في المشروع المالي ديال 2024؟ اليوم غرفه التجاره والصناعه والخدمات لجهه رباط سالا القنيطره تمت لقاء عن طريق مائده مستديره لتعريف مستجدات الضريبيه للقانون المالي لسنه 2024. هذه المستجدات التي تهم المهنيين والتي من الواجب علينا في دورنا التمثيلي والاستشاري وكذلك للدعم والترويج لغرفة التجارة أن نشجع المنتسبين للحضور هذه الندوات والاستفادة والإبداع برأيهم ولتبادل الآراء لمعرفة أهم المستجدات التي تهمهم، خصوصا هذه السنة التي عرفت مجموعة الأشياء، خصوصا هذه الضريبة القيمة المضافة التي عرفت مجموعة من المتغيرات وكذلك مجموعة من المستجدات القوانين الكراء الضريبة على الكراء، وهذا ما يساعد المهنيين لمعرفة أهم المستجدات لكي يحضروا أنفسهم ولكي يستجيبوا لأداء هذه الضرائب ولتنزيل البرامج الحكومية. غرفة على تنظيم مجموعة من اللقاءات، وكما تعرف القانون المالي يناقش في أواخر السنة بداية شهر أكتوبر، والغرفة قبل مناقشة هذا القانون المالي في البرلمان دابت كل سنة على تنظيم اللقاءات وندوات لمناقشة مشروع قانون المالية عندما يكون مشروعا، واليوم نناقشه بعد تنزيله لأرض الواقع لتبسيطه وشرحه للمنتسبين. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد أمير وزاني، خبير محاسباتي، عضو في هيئة الخبراء المحاسبين بالمغرب. اليوم بشراكة مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة رباط سلا القنيطرة قمنا بتنظيم واحد الدائرة مستديرة لتقديم وتدارس مستجدات اللي جا بها قانون المالية للسنة 2024 في كل ما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، الضريبة على الدخل، وكذا الضريبة على الشركات. احنا اليوم جينا لهنا من اجل يعني القيام بالدور ديالنا كخبراء وكمهنيين في المجال ديال المحاسبه، من اجل يعني التعريف بالمستجدات الضريبيه، ومن اجل يعني اعطاء التفسيرات والتوضيحات يعني للمستفيدين من هذه الدوره التكوينيه. رشيد بوهوش، اطار سابق بغرفه التجاره والصناعه والخدمات المدينه الملحقه للقنيطره. اولا الشعور ديالي هو احنا سعداء الالتفاته الكريمه ديال السيد الرئيس وديال المكتب، لان هذه ساعه عرفان يعني بالمجهودات اللي تبدلات في هذا الاطار. رشيد سامي، نائب رئيس الغرفه المكلف بمجال التكوين على صعيد جهه رباط سلا القنيطره في نفوذ غرفه التجاره. اليوم كانت مناسبه سعيده بلقاء تواصلي في اطار مائدة مستديرة حول مستجدات قانون 2024 الذي تم تأطيره من طرف خبير الذي يعرف يعني هذا المجال، والحمد لله كانت يعني لقاء ناجح باعتباره كان مناسبة للإجابة عن أسئلة وإشكاليات التي تهم المنتسبين بصفة عامة، وكانت مناسبة للتذكير بأهم المستجدات وخاصة فيما يتعلق بالنظام الضريبي وخاصة
وخاصة التيفيا يعني الضريبة على القيمة المضافة وما يتعلق بالوعاء والتحصيل، وكذلك الشأن بالضريبة على الشركات وكذلك الضريبة على الدخل. المهم هو الأهم ديال هذا المائدة المستديرة هو أنه يكون هذا التواصل ويكون بين المنتسبين ديال الغرفة وبين الناس اللي تعرفوا في هذا الميدان، خصوصا التقنيين المحاسبين والخبراء المحاسبين وكذلك إدارة الضرائب. الحمد لله كانت مجموعة من التدخلات وبموجبها تمت الإجابة عن هذا يعني هذا الإشكال. وكما تعرفون أهمية ديال هذه المستجدات هي ضرورية في المقاولة يعني في التدبير اليومي، يعني باش الواحد يخفف التأثير السلبي أو يستفد يعني يستفد من الإجراءات يعني الجديدة في القانون المالية. وكما تعلمون أن القانون المالية تجدد سنة عن سنة، وهذه التقنية تتغير، خص الواحد يكون رد البال يعني يعرف كيفاش يتعامل مع هذه المستجدات مع النظام الضريبي. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.